الناطق الرسمي باسم الحكومة يدافع عن قرارات الجهاز التنفيذي، بالمقابل ينفي وجود تعليمات لعناصر الشرطة لقمع المتظاهرين، مشيدا بخطابات الفريق أحمد قايد صالح الأخيرة بخصوص حماية المتظاهرين والممتلكات. نون جامي روسي صدقني اوكول استركسيون ني دو غوفرنمون ني دو لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيرتي ناسيونال ني d'aucune autre يعني sphère de commandement d'utiliser la force contre يعني les citoyens يعني الا الاهبل ولا المجنون ولا الذي لا يتوفر على يعني الفتنه اللي ممكن يفكر انه في الظرف هذا بارابور ا دي ريسورتيسون راك فاهمني كي اترافير يعني لو جيست ولا راكسيون راك فاهمني فون فالوار لي فالور يعني ناسيونال نستعمل انا ضد القوه. هذه من المستحيلات. تكلم على الجيش، تكلم على مصالح الامن كلها. نسو دونرا جامي يعني لو دروا ولا ليبرتي راك فاهمني دوتيليزي لا فورس راك فاهمني كونتر. مقاطعة الانتخابات التي أعلنها بعض رؤساء البلديات اعتبرها الناطق الرسمي ركمجة. ربحي هاجم بشدة عددا من الأميار وصفا إياهم بالأشخاص الذين تواجدوا في تلك المناصب بشكل غير شرعي. الناس اللي حابين يركبوا الحراك، وهذا ما يسمى الحراك استغفر الله، الحراك اللي حابين يركبوا الحراك يعني بور بروفي قال اليوم احنا رانا رجلة. كنت نشوف ونقدر وحدي، قلت هذا لو بريزيدون دو لا بي سي، مع احترامي لكل رؤساء البلديات في الجزائر، كي كونسيدير كوم ايتون ايليجيتيم دون سو كا لوي ميم الي ايليجيتيم، لوي ميم الي ايليجيتيم. علاه؟ دابور الا ايتي ايلو في ليبوك انتيريور ولا لا؟ دوزيامون الون فيريفي يعني لي ديكلاراسيون دي زان اي دي زوتر. أما قضايا الفساد التي دعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القضاء للتسريع بها، كانت هناك معطيات حقيقية ستتولى العدالة التكفل يعني بها. هذا مطلب شعبي وكذلك مطلب حكومي، والحمد لله أن هذا المطلب جاء على لسان الحكومة، ليس على الحكومة فحسب بل كذلك على قائد يعني الهيئة يعني العسكرية الوطنية. هي خرجة ثانية للناطق الرسمي للحكومة امتزج فيها التكذيب، النفي ومحاولة لتبرئة الحكومة الجديدة من مسؤولية عدة ملفات.